رضوان رئيس الجمعية الوطنية لمغاربة العمل. الحمد لله احنا في هذه الرحلة قافلة من مدينة أكادير إلى المدن الأقاليم الجنوبية المغربية الحمد لله بالتعريف بالقضية الوطنية وباحتفال بذكرى 48 سنة. وهذا كيزيدنا فخر أن المرة جاءوا مشاركين من جميع الدول، من أوروبا، من أمريكا، من الخليج. الحمد لله هذا كيزيدنا فخر أننا مغاربة. وغنمشي نزور خوتنا الكرماء الشرفاء الصحراويين الحرين، القبائل الجميلة ديال اللي بعباين سيدنا، وكيفتخروا أنهم مغاربة صحراويين الحمد لله. وحنا الحمد لله كما كتشوفونا طريقنا الحمد لله إن شاء الله إلى كركب، وإن شاء الله بيوم العيون 6 غنحتفلوا بالذكرى المسلوبة باستماع الخطاب الملكي في مدينة عيون في ساحة مشوار. وديما بشعارنا الله الوطن الملك، والمغاربة فيما مشوا الحمد لله راه كنهزوا بلادنا وكنفرحوا ببلادنا، وحنا كأننا فتحنا المغاربة. وشكرا لكم. My name is Hamid and I was born in Tanzania. I live in America and I came to visit my friend Rico and he's taking me to Moroccan Sahara.